تباركت ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما ابقيتنا واجعله الوارث واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا واجعل الجنه هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسالك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه واوله واخره وظاهره وباطنه والدرجات العلي من الجنة والدرجات العلي من الجنة يا ذا العطاء والفضل والمنة اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، اللهم انا نسألك الفوز يوم القضاء، وعيش السعداء، ونزول الشهداء، ومرافقة الانبياء، والنصر على الاعداء، يا سميع الدعاء. اللهم لك الحمد ان بلغتنا العشر الاواخر من رمضان اللهم وكما بلغتنا اياها فارزقنا فيها حسن الصيام والقيام اللهم اكتبنا فيها من عتقائك من النار برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم ما قسمت في هذه العشر المباركه من خير وصحه وسلامه وسعه رزق فاجعل لنا منه اوفر الحظ والنصيب وما انزل فيها من شر وبلاء وفتنه فاصرفه عنا وعن المسلمين اللهم اجعلنا ممن يوفق فيها لقيام ليله القدر اللهم اجعلنا ممن يوفق فيها لقيام ليله القدر فيكتب له عظيم الاجر وينحى عنه كل ذنب ووزر يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين يا اجود الاجودين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فلا تكلنا الى انفسنا طرفه عين واصلح لنا شاننا كله اللهم اجعل هذه العشر عشر عز ونصر وتمكين للاسلام والمسلمين اللهم انجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والاكرام اللهم امنا في اوطاننا وادم الامن والاستقرار في بلادنا واصلح ووفق ائمتنا وولاه امورنا وايد بالحق امامنا وولي امرنا خادم الحرمين الشريفين، اللهم وفقه لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ له البطانة الصالحة، اللهم أدم عليه نعمة خدمة الحرمين الشريفين، واجعل ذلك في موازين أعماله الصالحة. اللهم وفقه ونائبيه واعوانه الى ما فيه صلاح البلاد والعباد اللهم وفق رجال امننا واحفظ على بلادنا عقيدتها وقيادتها وامنها ووحدتها ورخاءها واستقرارها اللهم وفق جنودنا المرابطين علي حدود وثغور بلادنا اللهم انصرهم نصرا مؤزرا اللهم تقبل شهداءهم اللهم اشف مرضاهم وعاف جرحاهم وردهم إلى أهلهم سالمين غانمين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك فاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناءا عليك انت كما اثنيت على نفسك ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وجميع المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم يا يا رب تسليما كثيرا. الله الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر،, الله أكبر. الله أكبر. الله اكبر الله اكبر الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله